كان يوم صعب علينا كتير. أكيد، تصبحي على خير. تصبحي على خير. عدنان بيك، على الأغلب اليوم تكونوا فهمتوني غلط. بأي موضوع؟ يعني يمكن كلامي انفهم غلط. بما أنه سمر ما كانت قادرة تقرر بموضوع الخلفة، كنت عم حاول شجعها شوي. مو مهم فيروز خانم، ومو مستاهل أنه نحكي بالموضوع. وأنا هذا اللي عم أقوله. طيب، تصبحوا على خير. يلا كاتيا. وانت لازم تنام حبيبي، بكرة عنكن سفرة من بكير. مزبوط. هلأ ناموا الأولاد. ومهند فات على غرفته وما طلع منها أبدا. ماشي، تصبحي على خير. وانتو من أهله؟ تصبحي على خير. عدنان، كنت عم فكر أخذ موعد من الدكتور. خليني حل الموضوع وإنهي القصة. أنت ليش كتير مستعجلة؟ يعني شو رح نستفيد إذا ضيعنا الوقت؟ إذا كان هذا قرارنا لازم نكون سوا. طيب إمتى رح ترجعوا؟ المساء إن شاء الله بنكون بالبيت. بنحكي بعدين، ماشي؟ وأنت على الأقل بتفكري بهاليوم، لا تستعجلي. أمرك. طريت الصبح، العمر إلك مهند بيك. يسلم عمرك. تروحوا وترجعوا بالسلامة. مسا بشوفك. مع السلامة. بخاطركم. الله معكم. تروحوا وترجعوا بالسلامة يا بيك. تشربي لك فنجان قهوة لم يسخانه. ماشي. أهلا وسهلا. شكرا. سافروا؟ ايه. يسلموا كاتيا، اطلعي شوي. ما قدرنا نحكي شو صار. من لما اجت خربطت كل الامور، هاد يلي صار. سمع كل يلي قلتي. ما سالتي ليش كان عم يتنصت علينا؟ انا حكيت مشان مصلحتك. شو قررتوا؟ ما رح خلي. انا خايفه انك تندمي. لا تضيعي هالفرصه من ايدك. يعني لساتك مصره؟ خلص خلص، ما رح احكي شيء. ايه بيسان، استاجرنا البيت سمر. استاجرتوا؟ مستأجرينه؟ انبسطت كتير لأنه عجبك. يعني كتبتوا العقد؟ نهاد هلأ عم بينسي. بعتقد اليوم بيعملوا العقد مع المحامي تبعنا. ألف مبروك حبيبتي. لو تشوفي نهاد رح يطير من الفرح. تصلي فيي ماشي؟ بيسان بدك يعني إجي لعندك؟ لا تيجي حبيبتي، ما في داعي. ماشي حبيبتي، سلميلي على نهاد كتير. شوفك، باي باي. شكرا كتير. ماشي. عن جد حبيتي؟ أكيد، وحابة أعيش فيه اليوم قبل بكرة. ممتاز.